من هنا على موقع يوتيوب انطلقت ثورات عديدة في العالم العربي. حسام أحد الشباب الليبيين الناشطين على الموقع يؤكد أن الدعوات والتقارير التي أطلقها مستخدمو الإنترنت ضد النظام العقيد معمر القذافي كانت السبب في تشجيع الثوار والمتظاهرين على استمرار تحركهم. هو يعتبر أن ثورتهم الرقمية لم تنتهي بل تستمر خلال المرحلة الانتقالية، وبالتالي فإن دورهم ما زال مهما. دورنا ما توقفش عند نهاية التوقف، لازم نشاركوا ونصوتوا وندعموا المرشحين إذا كان في مرشح مناسب أو حاجة، ونشوفوا معايير اللي تهمنا نحن كشباب. معتز ناشط على موقعي فيسبوك وتويتر، يجلس برفقة هاتفه النقال ويغرد على صفحات تويتر متذكرا ساحات بنغازي خلال الثورة. يعترف ويقول إن هذين الموقعين شكلا منعطفا في تاريخ بلاده وفي علاقة الليبيين بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، شارحا أهمية مواقع الإنترنت في الحملات الانتخابية للمرشحين. فيسبوك والأكيد النت هو بصفة عامة دور الأساسي في الثورة، وهو في نفس الوقت مازال له مرحلة جديدة أنه يتطور حتى في الانتخابات. يعني بجديات حسيت أن تو حتى المرشحين متاعين الانتخابات أكثر مرشحين يعتمدوا على الفيسبوك ويعتمدوا على تويتر ويعتمدين حتى على اليوتيوب، يعني حتى دارين أنهم مقاطع فيديو لهم هنا يحكوا فيهم أنهم شنو يبوا يقدموا. مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا أصبحت تواجه بتحديات تنطلق بعدم الوعي لدى كل المستخدمين بمخاطر استعمالها أو سقف الحرية التي تتمتع بها، فربما يدفع هذا ثوار الإنترنت للتفكير بالانتقال من حقوق الإنسان المادية إلى حقوقه الرقمية. من هنا في ساحة الحرية انطلقت شرارة الثورة الليبية مع شباب انتفضوا ليؤسسوا لمرحلة جديدة في ليبيا، حيث ستكون لهم الكلمة الفصل في مستقبل من صنع إرادتهم من خلال تصويتهم في الانتخابات المرتقبة. من بنغازي شرق ليبيا، جو خولي، سكاي نيوز عربية.